أهلا بك أستاذ مصطفى. بداية أطلعنا على آخر مستجدات الأوضاع لديكم داخل القطاع. يعني بالتأكيد ما بدأ به منذ ساعات الأمس الاحتلال الإسرائيلي، حيث أفاق سكان شمال قطاع غزة ومحافظة رفح على اتصالات من جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا على رسائل وعلى منشورات قد ألقاها عليهم بضرورة إخلاء وترك منازلهم والتهجير بها منها إلى مناطق قد تحدث عنها الجيش بأنها مناطق إنسانية تصل إليها المساعدات. أيضا يعني بدأ الاحتلال الإسرائيلي في الاستهداف من القذائف الدفاعية ومن الطائرات الحربية، حيث شهدنا بالأمس يعني عدة استهدافات كانت لمنازل دون سابق إنذار في المحافظات الوسطى في قطاع غزة، أدت إلى ارتقاء ما يقارب 20 شهيد. كانت هذه الاستهدافات تركزت في محافظة دير البلح وفي منطقة الزوايدة وفي أيضا منطقة النصيرات وفي منطقة المغازي، في هذا كله في المحافظات الوسطى في وسط مدينة غزة ووسط القطاع. أيضا يعني استمر الاحتلال الإسرائيلي في إطلاق قذائفه المدفعية والاستهدافات أيضا بالأحزمة النارية من شمال الجنوب، من شمال القطاع إلى جنوبه، حيث بدأ أيضا باستهداف عدة منازل أيضا دون سابق إنذار في المحافظات الشمالية للقطاع، أدت إلى ارتقاء العدد من الشهداء. وأيضا قد أعلن الجيش عن بدء عن عودة العملية العسكرية إلى محافظة أو مدينة أو الزيتون في مدينة غزة، حيث بدأ جيش الاحتلال أيضا بإرسال رسائل إلى أهالي هذه المنطقة وطالبهم بالإخلاء منها والانتقال إلى المناطق الغربية في مدينة غزة. وأيضا كان هناك استهداف من الطائرات الحربية وأيضا الاستهداف من المدفعية الإسرائيلية إلى بيوت ومنازل الآمنين المواطنين، أدى إلى ارتقاء ما يقارب أكثر من 30 شهيد حتى هذه اللحظة، يعني جلهم من النساء والأطفال. هذه كانت الاستهدافات دون سابق إنذار، وحتى هذه اللحظة لا تزال هذه الاستهدافات في ظل يعني التضييق على المنطقة التي يعني يتحدث عنها. إذن مصطفى، يعني وفقا لكلامك الاحتلال الإسرائيلي مصمم على فكرة استكمال اجتياح رفح، ولا يزال دائما ما يصر على نزوح وخروج وإخلاء المدينة بشكل كامل. تقريبا عدد من نزح من داخل رفح حتى الآن إلى خارجها، يعني كم المتبقي من السكان والنازحين داخل مدينة رفح؟ يعني ستتحدث بأن رفح كانت تحتوي على 1,700,000 نازح نزحوا من شمال القطاع ومن مدينة غزة إلى جنوبها. نتحدث الآن يعني حتى في هذه اللحظات النصف الكامل من مدينة رفح يعني مخلى بشكل كامل، نصف المدينة، يعني نتحدث عن ما يقارب 50,000 نازح نزحوا من محافظة رفح، يتوجهون الآن إلى منطقة المواصي على شاطئ بحر خان يونس، وأيضا يعني بالامتداد الشريط الساحلي وصولا إلى النصيرات على شاطئ مدينة غزة، دون مأوى، دون يعني دون الخيام، دون أن يأخذوا معهم مقومات الحياة التي يعني كانوا يعني يعيلون عليها في فترة نزوحهم إلى محافظة رفح. إذا تحدثنا عن أن الاحتلال الإسرائيلي أيضا لم يبلغ بعض المناطق بالإخلاء في محافظة رفح، ولكن ما زال حتى هذه اللحظة يستهدفها دون سابق إنذار. إذا سنتحدث عن مثلا يعني أي تل السلطان، فلم يبلغ الجيش بإخلاء، ولكن تقوم الآن طائرات الاحتلال الإسرائيلية باستهداف المنازل دون سابق إنذار هناك، مما يدي يعني أو يجعل النازحين الموجودين داخل هذه المنطقة إلى الانتقال إلى المناطق التي قد أعلن عنها الجيش. أشكرك، شكرا جزيلا مصطفى جعرور الصحفي من داخل قطاع غزة، شكرا لك.